أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب اكتساب اللغة مرحلة الطور الثاني في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سيتم تناولها خلال الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أذكر أن عنوان الوحدة التي بدأنا بها هي أنا مثقف، حيث سيكون المفهوم الرئيس الذي ترتكز عليه بعنوان الثقافة. الثقافة culture ترتكز عليها ارتكازا وثيقا، فقلنا أن درس برامج التلفاز وهو الدرس الأول الذي تناولناه في كتيب أصدقاء اللغة يرتبط ارتباطا وثيقا بهذا المفهوم، فقنوات التلفاز تعرض ثقافات الشعوب المختلفة، عاداتهم وتقاليدهم، لباسهم، طعامهم إلى غير ذلك. فنحن عندما نقوم بمتابعة مسلسل على قناة أردنية فإننا نرى عادات وتقاليد الشعب الأردني، مثلا قد نرى عرضا آخر على قناة أخرى لبلد آخر، فنرى أيضا أن هناك عادات، لغة مختلفة أيضا، ولباس مختلف إلى غير ذلك من الثقافات التي تتنوع بين الشعوب. أما عبارة البحث والاستقصاء هي تتضمن اللغات أشكالاً وأعرافاً منوعة للتعبير عن الثقافات والحضارات في كل زمان ومكان. إذن ستستخدم لغتك للتعبير عن ثقافتك وحضارتك التي تنتمي إليها عزيزي الطالب. الموضوع الأول الذي سنتحدث عنه هو عجائب الدنيا السبعة، وهو الموضوع الذي يرتكز أو يرتبط بدرس برامج التلفاز، حيث ستقوم بالاستماع إلى مادة مرئية تتحدث عن عجائب الدنيا السبعة، ثم ستأخذ ورقة تقوم فيها بتقييم فهمك لما قمت بالاستماع إليه من خلال هذا الفيديو أو من خلال هذه المادة المرئية. وبالطبع سيكون هناك صفحة مخصصة لهذه المهمة، حيث تستطيع الاطلاع على آداب الاستماع وطريقة الاستماع الناجح لتستطيع تكوين فكرة عن النص المسموع. الموضوع الآخر الذي سنتحدث عنه هو المذكر والمؤنث، وهو من خلال الأسئلة المتصلة بكتيب المهارات اللغوية وبكتاب أصدقاء العربية كتاب النشاط. كيف سنحول؟ هناك أسماء نضع في نهايتها تاء مربوطة، فنقول طبيب طبيبة أو مهندس مهندسة، ولكن هناك أسماء تتغير تماما، كعندما أقول بنت المؤنث مذكر بنت هو ولد، أم أب، وهكذا. سنتحدث عن أدوات النفي، كيف أستطيع أن أشكل جملة منفية باستخدام أدوات لا ولم ولن، وسنتحدث عن الفرق بينها. فقد أقول لا أستطيع، وقد أخاطب فأقول لا تحزن أو لا أحب. لم فأقول لم مع الفعل المضارع فأقول لم ينجح أو لم أرى أو لم أتوقع. لم للمستقبل فأقول لن أكون، مثلا لن أكون طبيبا في المستقبل، أو لن أخبر أحدا بالسر الذي ذكرته لي. أيضا من الموضوعات المفرد والمثنى والجمع، كيف سنقوم بتحويل الكلمة من مفرد إلى مثنى بإضافة الألف والنون، حيث أن المفرد ما دل على واحد وهو قلم، ثم سنتعلم كيف نضيف الألف والنون أو الياء والنون فنقول قلمان أو قلمين. أما الجمع هو ما دل على أكثر من اثنين فنقول أقلام أو بيوت. في هذه الوحدة سنتحدث أو سيكون لدينا مهمة تدريبية، وهي كتابة رسالة إلى صديق. عندما نقول رسالة إلى صديق فهذه المهمة هي مهمة أو الرسالة شخصية. سنتعلم أسس كتابة الرسالة الشخصية
ثم سننتقل بعد ذلك إلى تطبيقها من خلال استخدام المفردات التي تعلمناها، والكتابة ستكون على الدفتر من خلال معايير التقييم وهي ب ج د، التنظيم، إنتاج النص، واستخدام اللغة. لا تنسى عزيزي الطالب القيام بمهام أقرأ بالعربية الموكلة لك. كانت هذه أبرز الموضوعات التي سنتناولها. أراكم في دروس جديدة إن شاء الله. طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وخير.